ومشاهدينا ما زلنا في هذا الملف، وبالتأكيد الجميع يدعون لشهداء الوطن أن يسكنهم فسيح جناته. ينضم إلينا أيضا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. سيد أكرم، يعني هذا الحادث ألمنا جميعا كمصريين، لكنه يبرز أيضا للجميع أن الدولة تستطيع بأبنائها أن تحمي مؤسساتها وتفرض سيادتها على أراضيها. كيف تقرأ هذا الحدث في توقيته واستهداف محطة رفع المياه، بما أن يعني المحللين الذين تابعوا المشهد معنا تحدثوا عن أنه استهداف جديد لجهود التنمية في سيناء؟ بالتأكيد رحم الله شهداء الوطن، ومصر أقوى من الإرهاب طبعا، ويعني بالتأكيد بنحزن على شهدائنا، لكن لا نيأس، وإحنا الدولة المصرية واجهت الحقيقة تحديات كبيرة في مواجهة الإرهاب على مدى 9 سنوات، واستطاعت أن تهزم الإرهاب بضربات معروفة مصادرها، وأظن إنها يعني واضح إنه ليها أهداف محددة، ربما تتعلق بملفات داخلية، تتعلق بتنظيمات إرهابية تريد أن تنقرض الحوار وتعطيها الدولة ظهره، لأنه الحوار الوطني مفتوح لكل من لم يحرض أو تتلوث يده بالدماء، وبالتالي فدي كلها عمليات يائسة، يعني لأنه الحقيقة أبطالنا نجحوا في صد هجوم كان بيستهدف يعني منع المياه عن سيناء، وبالتالي فهنا المجتمع نفسه عارف والدولة تدرك والمصريين عارفين ان هم اقوى من الارهاب، وانه الجزء الاخطر من الارهاب انتهى، ومصر كانت تحارب الارهاب نيابه عن العالم، يعني مش فقط عن وعن المنطقه، ونظن انه الارهاب في دول فكك دول من حوالينا وتسبب في انهيار دول، لكن فشل وتحطم على صخره القوات المسلحه والشرطه على مدى السنوات الماضيه، وبالتالي ف يعني أظن أنه هذه العمليات ربما تستهدف الضغط في ملفات مختلفة، ومصر واجهت هذه الضغوط ونجحت في مواجهتها وتحطيمها على مدى السنوات كما أشرنا، فأظن أنه يعني إحنا زي إحنا بنقول ربنا يصبر أهالي الشهداء، وإحنا كل المصريين أهالي للشهداء دول، ودول أبنائنا وإخواتنا، وإحنا ودول يعني ماتوا في ميدان الشرف، استشهدوا في ميدان الشرف ورايتهم مرفوعة، وصدوا هجوم كان يستهدف يعني مشروعات تنموية، وأظن إنها عمليات يائسة، وقريبا بالفعل ومصر أعلنت يعني دحر الإرهاب، وقريبا سوف يحدث هذا، ولكن من حجم الإدانات العربية والدولية والداخلية الحقيقة هناك يعني تأكيد على أنه هذا الإرهاب الخسيس لن يستمر، وأظن أن تجربة مصر يعني قوية جدا في هذا الإطار. جهود التنمية في سيناء، يعني في رأيك إلى أي مدى هي تمثل سلاحا قويا في مواجهة الإرهاب، وهذا الحادث يشير بكل وضوح إلى ذلك؟ بالتأكيد طبعا، يعني بالتأكيد ده واضح جدا، لأنه في أكثر من خطوة، في خطوة الحوار، في خطوة تنمية سيناء، وإقامة مجتمعات قابلة للنماء والاستمرار والاستدامة، يعني كل دي خطوات واضحة جدا في هذا الأمر، وأظن أنه ما أنفق في سيناء في جهود التنمية في محطات المياه، ومنها هذه المحطة ومحطات التحلية ومحطات إعادة التدوير، كلها جهود واضحة جدا في تعمير سيناء والبناء والتنمية فيها، وزراعة الأراضي 400,000 فدان، في مشروعات إسكان، في تفاصيل كثيرة في هذا الأمر واضحة، لكن يعني هذا الإرهاب لن يكون له مكان في مصر على مدى السنوات القادمة والشهور القادمة، ودي زي ما احنا بنقول ضربات يائسة، ممول الإرهاب وداعميه أعتقد إن هم بيمارسوا محاولات يائسة وضغوط يائسة تتعلق بملفات إقليمية أو ملفات داخلية، لكن مصر لا تخضع لأي نوع من الضغط أو الابتزاز، ولن يقبل المصريون أن يمدوا أيديهم ويتحاوروا مع من تلوثت أيديهم بالدم وتحالفوا مع أعداء الوطن وقوى الشر على مستوى المنطقة والمستوى العالم. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.